بيقول انا كنت في ثالثه ثانوي وكنت بدين كل الناس اللي مجموعهم كلياتهم اي كلام، وانا حاليا بامتحن ثانويه عامه وخايف جدا، خايف يعني، وخايف يدان عشان كان بيتريق فلان ده دخل كليه كذا وفلان دخل كذا، يعني كليات اللي هو معتبرها نص نص، فهو حاسس ده انه هيدفع الثمن. امتحاناتك على خير؟ خلاص متاخر نجاوب السؤال ده، انت جاوبت ثلاث ارباع الامتحان، فاضل قد ايه والثانويه تخلص؟ حد عارف؟ النهارده ايه في الايام؟ يعني يومين ثلاثه وتخلص يعني. ربنا ينجحك يا ابني.